المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتبر هي أضخم مشروع تنموي في العصر الحديث. مبادرة هدفها أنها تغير واقع حياة 60 مليون مصري عايشين في الريف، وتم من خلالها العمل على تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكمان تنفيذ مشروعات في كل المجالات عشان يكون في نقلة حقيقية في القرى وفي الريف المصري الناس تقدر تحس بيها. خلينا نشوف. جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري يعيشون بالريف المصري، وتم خلالها العمل على تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي. تم إطلاق مبادرة حياة كريمة في 2 يناير عام 2019، وتعد أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، وذلك في مبادرة هي الأكبر عالمياً في العصر الحديث. فالمشروع يمكن اعتباره مشروع القرن للألفية الجديدة وأيقونة مصرية للجمهورية الجديدة. ويتم تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة على نطاق 4500 قرية و30,888 من التوابع والعزب في 26 محافظة، باستهداف تحقيق 4 أهداف، أولها البنية التحتية الأساسية من شبكات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات والإنترنت، وثانياً الخدمات العامة والاجتماعية من إنشاء المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب، ثالثاً الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي، رابعاً التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية مهارات أهل الريف والعمل على زيادة الوعي والثقافة. كما استهدفت المبادرة للقرى الأكثر احتياجاً خدمة القرى الفقيرة، بداية من تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجاً وتوفير بعض الخدمات وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير الخدمات الصحية مثل الأدوية والأجهزة التعويضية والمساهمة في زواج اليتيمات وغير القادرات. أيضاً تم التركيز في القرى الأكثر احتياجاً على المحور المجتمعي الخدمي الذي يشمل المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية ومجمعات الأمومة والطفولة والمدارس، إضافة إلى تبطين الترع وإنشاء الملاعب ومراكز الشباب والرياضة، إلى جانب الوحدات والمراكز الصحية والكباري وعدد كبير من المنشآت الخدمية التي تسهل على المواطن حياته اليومية. وتمر المشروعات التي تم تدشينها في القرى الأكثر احتياجاً بثلاث مراحل، هي مشروعات قصيرة الأجل مدتها عام، وأخرى متوسطة، والثالثة طويلة الأجل للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي ستبدأ بعد استكمال المنشآت والمشاريع القومية.